صندوق التقاعد، سلسلة سؤال وجواب. شو اللي بيضمن لي إني أخذ راتب التقاعد بوقته وبشكل منتظم؟ صندوق التقاعد هو صندوق تكافلي آمن وقادر على الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه، والتزام أعضائه بتزيد اشتراكاتهم هو الضامن الأساسي لجميع المشتركين إنهم يحصلوا على راتبهم التقاعدي بشكل منتظم وآمن. ولحماية الصندوق وضمان الحفاظ على وضعه المالي واتزانه، فمن ضمن التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد واللي أقرتها الهيئة المركزية والهيئة العامة إنه يتم تجميد واستحداث شرائح جديدة لمراعاة احتياجات المهندس ومدخرات الصندوق والظروف الاقتصادية المتغيرة. خلي اشتراكك في صندوق التقاعد أولوية واستثمر حاضرك لأمان مستقبلك.